اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشروع ساخي اتاشي كربلا صدقائي زريع بعير اول الافتتاحي الى روح المرحوم غلام حسن الأطار على عبد الله فوالات حمزة عباس البصير من دولة الكويت إلى بنغلاديش. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد تعالى وبركات أهل بيت عليه السلام تم افتتاح البعير المرحوم غلام عباس الأطار على عبد الله فوالات حمزة عباس البصير. أشكر سيد عباس موسبي وكذلك متبرئين والي لجنة أبي الفضل العباس عليه السلام من دولة الكويت. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.